أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصة ديال اليوم خاصة بتثبيت وتركيب التعلمات ديال الدروس اللي سبق لنا شفناها في ثلاثة الأسابيع الأخيرة. وقبل ما نشوف إن شاء الله مجموعة من الأنشطة والتمارين في هذه الدروس، غادي نشوف الحاضرات معنا أشنا هما الدروس اللي سبق لنا شفناهم في هذه الأسابيع الثلاثة الأخيرة. شكون غادي تذكرني بالعنوان ديال الدرس الأول؟ نشوفوا سميرة. مؤسساتنا الدستورية. مزيان، تبارك الله عليك. وشكون غادي تذكرنا بعنوان ديال الدرس الثاني؟ نشوفوا حافظة. الجهوية المتقدمة. الجهوية المتقدمة. مزيان، تبارك الله عليك. نشوفوا نعيمة باش تذكرنا بعنوان ديال الدرس الثالث. السلطة القضائية. السلطة القضائية، تبارك الله عليكم. وكذلك في هذه الحصة غادي نشوفوا مجموعة من الأنشطة والتمارين المتعلقة بالأساليب اللي سبق لنا شفناها في هذه الدروس، وكذلك القواعد اللغوية اللي شفناها في هذه الدروس ديالنا. إذا بسم الله على بركة الله غادي نبداو بأول تمرين اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. إذا هو هذا كما كتشوفوا معايا، عندنا مجموعة من العبارات وعندنا الخانة ديال الصواب والخانة ديال الخطأ. غادي نقرأ لكم هذه العبارات. تسهر المؤسسات الدستورية على مصالح المواطنين. ثم عدد الجهات بالمغرب اليوم هو 16. الهدف من الجهوية حسن تدبير شؤون سكانها. والعبارة الأخيرة، يفصل المحامي في خصومات متقاضين. إذا نطلب منكم إن شاء الله في هذا التمرين هو أنكم تقرأوا هذه العبارات وشوفوا واش مضمون ديالها صحيح ولا خطأ. إلا مضمون ديالها هو صحيح غادي نوضعوا الخانة، غادي نوضعوا عفوا العلامة في الخانة ديال الصواب. إلا مضمون ديالها خاطئ غادي نوضعوا العلامة في الخانة ديال الخطأ. مفهومة؟ إذا إن شاء الله غادي نبداو بنعيمة تقرا لنا العبارة الأولى. تفضلي نعيمة. تسهر المؤسسات الدستورية على مصالح المواطنين. مزيان، جيد. غنوضعوها في خانة الصواب. الصواب، احسنتي، جيد. وغادي نوضعوها كما غادي نشوفوا الان في الشاشه في الخانه ديال الصواب كما قالت لنا نعيمه. وغادي نمشيو الان للعباره الثانيه مع حكيمه. تفضلي حكيمه. عدد الجهات بالمغرب اليوم هو 16. نديوها في خانه خطا. وعلاش حكيمه؟ حيت كانت 16 الجهه ودابا ولات 12 الجهه. مزيان، تبارك الله عليك. وغادي نوضعوها الان في العلامه ديال الخطا كما كنشوفوا كما قالت لنا حكيمة، تبارك الله عليك. ودابا غادي نمشيو عند سميرة باش تقرا لنا العبارة الثالثة. تفضلي سميرة. الهدف من الجهوية حسن تدبير. انتبهي إلى عندنا مينا. من الجهوية. من الجهوية، يلا. من الجهوية حسن تدبير شؤون سكانها. مزيان. نديروها في الخانة ديال الصواب. جيد، نديروها في الخانة ديال الصواب وغادي نوضعوا العلامة كما قالت لنا سميرة. علاش سميرة بالضبط؟ قلتي أن مضمون ديال هذه الجملة صحيح. حيت الجهويه هي اللي كتدبر لنا الشؤون ديالنا من جهه الماء والضوء والشوارع. مزيان، تبارك الله عليك. والتمدرس والمستشفيات وما الى ذلك، وكتقرب لنا الاداره للمواطنين. احسنتي، تبارك الله عليك سميره. وبقات لنا العباره الاخيره، غادي نمشيو عند حفيظه باش تقرا لنا العباره الاخيره. تفضلي حفيظه اقرا لنا العباره الاخيره. يفصل المحامي في خصومات المتقاضين. المحامي ما تيفصلش، ما تيحكمش بسميتو، بمعنى ما كيفصلش بين الخصومات. ما بين الخصومة، القاضي هو اللي كيفصل. احسنتي، تبارك الله عليك. واش كيدير المحامي؟ المحامي كيدافع على الموكل ديالو. على الموكل ديالو، جيد، تبارك الله عليك. وفين غادي نوضعوا العلامه؟ خطا. خطا، احسنتي. وغادي نوضعوا العلامه في الخانه ديال الخطا كما قالت لنا حفيظه. إذا هذا هو التمرين ديالنا. كما شفتوا التمرين ديالنا كيذكرنا بالدروس اللي سبق لنا شفناها، الدرس ديال مؤسساتنا الدستورية، والدرس ديال الجهوية المتقدمة، والدرس كذلك ديال السلطة القضائية. ودابا غادي نمروا إن شاء الله للتمرين الثاني اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. شوفوا معايا التمرين الثاني اللي هو هذا. إذا كما كتشوفوا معايا عندنا مجموعة من العبارات. أنا غادي نقرأ لكم هذه العبارات. العبارة الأولى، رئيس الجهة، مجلس النواب ومجلس المستشارين، الحكومة، تدبير شؤون الجهة، المحامي يدافع عن موكله. العبارة الأخيرة أو الجملة الأخيرة، المتقاضي يطعن في الحكم. إذا اللي نطلب منكم في هالتمرين هو أننا نملؤوا كل خانة من هذه الخانات اللي عندنا. الخانة الأولى خاصة بالمؤسسات الدستورية، والخانة الثانية خاصة
بالجهوية المتقدمة، والخانة الثالثة السلطة القضائية. بمعنى كل عبارة عندها علاقة بالموضوع ديال المؤسسات الدستورية نضعها في الخانة ديال المؤسسات الدستورية، وكل عبارة عندها علاقة بمواضع أخرى نضعها في البلاصة ديالها. إن شاء الله الخانة الأولى اللي غادي نبداو بها غادي نبداو بالخانة ديال المؤسسات الدستورية. أشنا هي العبارات ولا الجمل اللي عندها العلاقة بهذا الموضوع ديال المؤسسات الدستورية؟ إذا إن شاء الله غادي نبداو بنعيمة. تفضلي نعيمة. مجلس النواب ومجلس المستشارين، ونضيفوا لهم الحكومة. مزيان، تبارك الله عليك، جيد، عطيتينا العبارات والكلمات اللي عندها العلاقة بهذا الموضوع. كما كنشوفوا الآن على الشاشة غادي نوضعوهم بجوج كما قالت لنا نعيمة. أحسنتي نعيمة، تبارك الله عليك. وغادي نمشيو إن شاء الله الآن الجهوية المتقدمة، الموضوع ديالنا الثاني، وغادي نمشيو عند حكيمة. تفضلي حكيمة. الجهوية المتقدمة نضيف لها رئيس الجهة. وخا إذا رئيس الجهة. جيد، عندها علاقة بالجهوية. الجهوية المتقدمة، تبارك الله عليك، هي اللي غادي نوضعوها الآن في الأول كما غادي نشوفوا على الشاشة ديالنا. مزيان، تبارك الله عليك. واش بقات لنا شي عبارة أخرى ولا شي كلمة أخرى عندها علاقة بالموضوع ديالنا اللي هو الجهوية المتقدمة؟ نشوفوا سميرة. نعم، باقة وحدة. تدبير شؤون الجهات. أحسنتي، تبارك الله عليك. فين غادي نوضعوها؟ في الجهوية المتقدمة. جميل، أحسنتي سميرة، وغادي نوضعوها في الجهوية المتقدمة كما كنشوفوا على الشاشة ديالنا. إذا إلا ما بقاش شي عبارة أخرى نمروا الخانة الثالثة الخاصة بالسلطة القضائية. إذا أشنا هي العبارة ولا الكلمة اللي عندها العلاقة بالسلطة القضائية؟ مشيو عند حفيظة. والمحامي يدافع عن موكله. فين غادي نوضعوها؟ السلطة القضائية. مزيان، تبارك الله عليك، وغادي نوضعوها في السلطة القضائية كما قالت لنا حفيظة كما كنشوفوها الآن على الشاشة ديالنا. وبقات لنا العبارة الأخيرة اللي غادي نطلب من نعيمة تقرا لنا هذه العبارة الأخيرة وتقول لنا فين غادي نوضعوها. ارفعي شي صوتك. المتقاضي يطعن في الحكم. غادي نوضعوها في السلطة القضائية. مزيان نعيمة، إذا غادي نوضعوا هذه العبارة المتقاضي يطعن في الحكم في الخانة الثالثة والأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية. تبارك الله عليكم. ودابا غادي نمروا التمرين موالي، وهذا التمرين غادي تكون عنده العلاقه بالاسلوب اللي سبق لينا شفناه في الحصص السابقه. شوفوا معايا التمرين على الشاشه. اذا كما كتشوفوا معايا عندنا مجموعه من العبارات، وعندنا هذه العبارات اللي كاينين في الوسط اللي هما الاساليب اللي سبق لينا شفناهم. عندنا هي التي، هما اللتان، هن اللواتي. اللي مطلوب منكم في هذا التمرين هو انكم نربطوا كل عباره بالاسلوب المناسب، والأسلوب المناسب كذلك بعد ذلك نربطه بالعبارة المناسبة باش في الأخير تكون عندنا جملة مفيدة. مفهومة؟ إذا غادي نقرأ لكم هذه العبارات. المتسابقتان الماهرتان، الفلاحات المجدات، الطباخة الحاذقة، الرياضة. العبارات اللي كاين في جهة أخرى: تحفظ للجسم رشاقته، فازتا بالميدالية، يستيقظن باكرا، تعد طبيخها بجودة وبأقل تكلفة. إذا اللي نطلب منكم في التمرين كما قلنا نربطوا بين هذه العبارات ونستعملوا الأسلوب اللي سبق لنا درسناه في الحلقات السابقة. إذا غادي نبداو إن شاء الله بالعبارة الأولى. تفضلي نعيمة اقرأي لنا العبارة الأولى وقولي لنا شنو هو الأسلوب اللي غادي يجي بعد منها، وشنو هي العبارة اللي غادي يجي بعد هذا الأسلوب، وفي الأخير نتوصلوا بالجملة كلها. تفضلي. المتسابقتان الماهرتان. كنقول متسابقتان الماهرتان هما اللتان فازتا بالميدالية. أحسنتي، تبارك الله عليك. وغادي نديروا الآن الربط كما كنشوفوا بين هذه العبارة وبين الأسلوب وبين الأسلوب وبين العبارة الموالية، وفعلا كتكون عندنا الآن الجملة كاملة وهي جملة مفيدة. تبارك الله عليك نعيمة. إذا غادي نمشيو الآن للعبارة الثانية. تفضلي حكيمة. الفلاحات المجدات هن اللواتي يستيقظن باكرا. أحسنتي، جيد، الجواب ديالك صحيح، وغادي نربطوه على الشاشة
كما كنشوفوا على الشاشة ديالنا. إذا كما شفتوا معايا عندنا الآن جملة مفيدة وفي نفس الوقت فيها الأسلوب اللي سبق لنا قريناه في الحصص السابقة. مزيان حكيمة، وغادي ننتقلوا للعبارة الثالثة عند سميرة. تفضلي سميرة. الطباخة الحاذقة هي التي تعد طبيخها بجودة وبأقل تكلفة. مزيان أحسنتي. إذا غادي نربطوه كما كنشوفوا على الشاشة مع هي التي، وهي التي كنربطوها مع عبارة أخرى وكتكون عندنا جملة مفيدة. أحسنتي سميرة. ومشيو الآن باش نتعرفوا على الجملة الأخيرة مع حفيظة. تفضلي حفيظة. الرياضة هي التي تحفظ للجسم رشاقته. رشاقته. يلا عودي العبارة الأخيرة. تحفظ لجسم رشاقته. بالجسم ماشي بي. للجسم إيه؟ للجسم رشاقته. مزيان تبارك الله عليك. وغادي نربطوها كما قالت لنا حفظة الرياضة بالأسلوب هي التي، ثم كنربطو هي التي بالعبارة الأخيرة. إذا تفضلي نعيمة قرانينا الآن الجملة الأولى. المتسابقتان الماهرتان هما اللتان فازتا بالميدالية. مزيان تفضلي قرانينا حكيمة الجملة الموالية. الفلاحات المجدات هن اللواتي يستيقظن باكرا. مزيان تفضلي سميرة قرانينا الجمل المتبقية. الطباخة الحاذقة هي الحاذقة هي التي تعد طبيخها بجودة وبأقل تكلفة. مزيان. الرياضة هي التي تحفظ للجسم رشاقته. مزيان سميرة تبارك الله عليكم. إذا الآن من بعد ما درنا هاد التمرين ديالنا غادي نمشيو الآن نشوفوا التمرين الأخير اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. شوفوا معايا التمرين الأخير. إذا كما كتشوفوا معايا في التمرين عندنا مجموعة من الجمل، ثلاثة ديال الجمل، وعندنا الخانة الخاصة بالفاعل، ثم خانة ثانية خاصة بمفعول به. بمعنى أن هاد التمرين عنده علاقة بالقواعد اللغوية اللي سبق لنا شفناها في هذه الدروس الثلاثة الأخيرة. إذا غادي نقرأ لكم هذه الجمل. الجملة الأولى: زرعت شجرة. الجملة الثانية: ربحت القضية. الجملة الأخيرة: نظفنا الحية. اللي مطلوب منكم في هذا التمرين هو أنكم تستخرجوا الفاعل ونضعوه في الخانة ديال الفاعل، ونستخرجوا المفعول به ونضعوه في الخانة الخاصة به. مفهومة؟ إذا إن شاء الله غادي نبداو مع نعيمة تقرنينا الجملة الأولى وتستخرجي لنا الفاعل وتستخرجي لنا كذلك مفعول به. تفضلي. زرعت شجرة. زرعت غادي نحيدو من التو غادي نوضعها في الخانة ديال الفاعل. مزيان. إذا غادي نوضعو تو في الخانة ديال الفاعل كما كنشوفو على الشاشة ديالنا. واش كنسميو هاد تو؟ كنسميوه ضمير متصل. وهو الفاعل. وهو فاعل. نعم. وشجرة غادي نوضعوها في الخانة ديال المفعول به. أحسنتي تبارك الله عليك. وغادي نوضعو شجرة كما قالت لنا نعيمة. مزيان. إذا غادي نمشيو الآن الجملة الثانية. تفضلي حكيمة قرينا الجملة الثانية واعطينا الجواب ديالك. ربحت القضية. انتبهي. ربحت القضية. كنحيدو التاء كنديروها في الفاعل. واش كنسميوها؟ الضمير المتصل هو فاعل. وهو فاعل. احسنتي. اذا غادي نديرو في الخانه ديال الفاعل كما قالت لنا حكيمه تاء. استمري. القضيه هي المفعول به. احسنتي جيد. وغادي نكتبوها على الشاشه كما كنشوفوا الان. اذا بقات لنا الجمله الاخيره وغادي نمشيو ان شاء الله عند سميره تعطينا الجواب ديالها. تفضلي سميره. نظفنا الحيه. نا هي الفاعل. نا هي الفاعل. واش كنسميو؟ هو ضمير متصل وهو فاعل. مزيان. اذا غادي نكتبونا كما كنشوفوا على الشاشه ديالنا. استمري. الحيه مفعول به. مزيان جيد. الحيه هو مفعول به وغنكتبوا على الشاشه ديالنا. اذا كيفاش كتشوفوا معايا مفعول به؟
كيفاش جا في الاخير ديالو؟ منصوب. مزيان، تبارك الله عليكم. كنتمنوا انكم تكونوا استفدتوا معنا مزيان في هذه الحصه، وكذلك المشاهدات والمشاهدين ديالنا. شفنا في هذه الحصه الدروس والانشطه المتعلقه بالمجالات اللي سبقنا شفناها، لا في المجال ديال الجهويه المتقدمه، وكذلك المؤسسات الدستوريه، وكذلك السلطه القضائيه. وشفنا كذلك مجموعه من الانشطه والتمارين المتعلقه بالاساليب اللي سبقنا درسناها، وكذلك القواعد اللغويه اللي سبقنا شفناها في الثلاثه الاسابيع الاخيره. كنتمنوا تكونوا استفدتوا معنا. وبهذا اخواتي اخواني وصلنا لنهايه الحصه ديال ماده القراءه والكتابه في هذه الحلقه، وغادي نخليكم الان مع ماده القران الكريم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما شفتوا معنا في الحلقات الفايتين، كنا شفنا سورة المطففين من الآية 1 للآية 9. في هذه الحلقة إن شاء الله وفي جوج حلقات اللي جايين غادي نشوفوا من الآية 10 حتى الآية 17. إذا انتبهوا معايا، أنا غادي نقرأ وأنتم غادي تستمعوا للقراءة ديالي. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. إذا الآن من بعد ما استمعتوا للقراءة، أنا غادي نقرأ وغادي نختار البعض منكم اللي غادي يردد من بعدي. ويل يومئذ للمكذبين. تفضلي نعيمة. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ. ويل يومئذ. ويل يومئذ. لا انتبهي انتبهي. ويل يومئذ. عاودي اقرا يا حكيمه. ويل يومئذ للمكذبين. نعم مره اخرى نعيمه. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. الذين يكذبون بيوم الدين. تفضلي حفيظة. الذين يكذبون بيوم الدين. نعم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. تفضلي سميرة. وما يكذب به إلا كل إلا كل معتد أثيم. نعم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تفضلي حكيمة. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أساطير. قال أساطير الأولين. نعم مرة أخرى نعيمة. إذا تتلى عليه آياتنا. آياتنا. انتبه انتبه. المد الأول ماشي هو الثاني. المد الأول عنده أربعة ديال الحركات. آياتنا.
نعود من الاولى. يلا عاودي من الاول. نعم. اذا تتلى عليه ايات. انتبهي انتبهي، كنمدو في ا آه. ما كنمدوش في ا آه. ايات اياتنا اياتنا قالوا اصالا قال أساطير الأولين. نعم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تفضلي حفيظة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مرة أخرى سميرة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. زين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تفضلي حكيمة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. زين. ثم إنهم لصالوا الجحيم. تفضلي سميرة. ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم. مرة أخرى نعيمة. ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تفضلي حفيظة. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نسبرك الله عليكم. إذا الآن من بعد ما قرينا جميع هذه الآيات البينات من سورة المطففين من الآية 10 للآية 17، غادي ندوزوا الآن باش نقراو القراءة الصحيحة لواحد العبارة جات في هذا الجزء من هذه السورة الكريمة. انتبهوا معايا الشاشة وانتبهوا معنا كذلك السادة المشاهدين والمشاهدات. هذه العبارة هي: وما يكذب به إلا. وما يكذب به إلا. وباش يسهل عليكم النطق ديالها انتبهوا معايا لهذا الجدول. اذا عندنا الطريقه اللي كتكتب بها في المصحف: وما يكذب به الا. الطريقه ديال النطق ركزوا مزيان الطريقه ديال النطق: وما يكذب به الا. وما يكذب به الا. عاود يا سميره. وما يكذب به إلا. نعم. مرة أخرى حكيمة. وما يكذب به إلا. زيدي مدي شوية. وما يكذب به إلا. تبارك الله عليك. يلا مرة أخرى نعيمة. وما يكذب به إلا. مزيان تخسيها مزيان. إذا انتبهوا معايا الآية غادي تشوف. انتبهوا معايا الآية، قرأنا الآية كاملة سنة سميرة. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. جيد انتبهوا معايا مزيان. إذا عندنا الحرف اللي ملون باللون الأحمر، شنو هو سميرة الحرف اللي ملون باللون الأحمر؟ الها. الها. وشنو تحس منها؟ المد. لا قبل، شنو ماشي اللي من بعد منها اللي تحس منها؟ الكسرة. الكسرة. مزيان. سبق لنا شفنا واحد المثال بحال هذه القاعدة اللي عندنا اليوم، ولكن شفناه بالضمة. شكون فيكم يذكرني؟ تفضلي حكيمة. عذابه أحد. تبارك الله عليك حكيمة. حكيمة كتعقل مزيان. عذابه أحد. هذا المثال سبق لنا شفناه بالضمة، وكنا شفنا مور ذاك الها واحد، واحد الواو صغيرة. القاعدة اللي عندنا اليوم هي نفس القاعدة ولكن عندها الكسرة. إذن قالت لنا سميرة بأن تحت لها كاينة الكسرة. وشنو من بعد منها سميرة؟ المد. المد. مزيان. وشنو من بعد المد كاين؟ الهمزة. 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 جيد. إذن هذه هي هاء الضمير. هاد هاء الضمير إذا كانت مكسورة تكون تبعها هاد العلامة اللي هي الياء. هاد العلامة اللي كتشوفوا فوق منها المد هي الياء، وهي اللي بينتكم قبل قليل في النطق. وإذا كانت تبعهم الهمزة كنمدوها ستة ديال الحركات. إذا كاينة الهاء
ديال الضمير إلا كانت مكسورة وتابعها الهمزة كنمدوها الساء ديال الحركات وكنسميوها مد الصلة الكبرى. مد الصلة الكبرى. إذن نعود مرة أخرى. إذن إلا عندنا الهاء ديال الضمير ومكسورة وتابعها الهمزة كنديروا لها المد ديال الستة ديال الحركات وكنسميوها مد الصلة مد الصلة عفوا الكبرى. مد الصلة الكبرى. يلا عاودي اقرا يا سميرة. وما يكذب به إلا كل إلا. جيد. إذن وهذه الهاء هذه راه هي ديال الضمير الغائب المفرد. إذن هاء الضمير الغائب المفرد. إذن تبارك الله عليكم. إذن من بعد ما قرينا القراءة الصحيحة ديال هذا العبارة وما يكذب به إلا غادي ندوزو باش نشرحوا بعض الكلمات اللي جات في هذه السورة في هذا الجزء من هذه السورة الكريمة. وغادي نطلب من حفيظة باش تقرا لي الآيات الأولين وتقول لي إلا كاينة شي حاجة ما واضحاش. تفضلي حفيظة. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. تبارك الله عليك يا حبيبي. كاين شي حاجة ما واضحاش؟ معتدين أثيم. شنو معنى ديال معتدين أثيم؟ معتدين أثيم هو اللي تجاوز الحد في الاعتداء وفي الذنوب وفي المعاصي، فكان معتدي وكان كذلك من الآثمين. إذن هذا هو المعنى ديال معتدين أثيم. تابعي سميرة، تابعي القراءة وقولي لنا إذا ما فهمتيش شي حاجة. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم، ما كانوا يكسبون. تبارك الله عليك. ما كانوا يكسبون، المعنى ديال ما كانوا يكسبون يعني ذاك الشيء اللي دارت يديهم من الذنوب ومن المعاصي، حتى الله تبارك وتعالى عمى الأعين ديالهم وما بقاش كيميزوا ما بين الغي وما بين الرشد. هذا هو المعنى ديال ما كانوا يكسبون. يلا تفضلي نعيمة قراي ما تبقى من الآيات وقولي لنا لما واضحش شي حاجة. كلا إنهم عن ربهم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كاين شي حاجة ما واضحش لنا نعيمة؟ لمحجوبون. يعني هاد الناس هادو وهاد الطائفة من الناس كيكونوا محجوبين على الله تبارك وتعالى، ما كيشوفوش الوجه ديالو الكريم وما كيحضوش بهاد النعمة العظيمة. هذا هو المعنى ديال محجوبون، ما كيشوفوش الوجه ديال الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة. يلا تابعي نعيمة. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به كنتم به تكذبون. نعم. حكيمة ممكن تعود تقرأ لنا الآية 17. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تبارك الله عليكم. إذا الآن من بعد ما شرحنا الكلمات اللي جات في هذا الجزء من سورة المطففين غادي ندوز باش غادي نكلفكم بواحد الواجب منزلي اللي غادي تلقاوه في الكتاب المقرر في الجزء المخصص لمادة القرآن الكريم. كنتمنى على أنكم تنجزوه أنتم والسادة المشاهدين والمشاهدات باش في البداية الحلقة القادمة إن شاء الله غادي نصححوه. إذا انتبهوا معايا للشاشة. أساطير الأولين، المبالغ في العصيان والطغيان، لصالوا الجحيم، غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب. إذن عندنا في الخانات الأولين الآيات معتد أثيم، أران على قلوبهم، وبالنسبة للمعاني حكايات وخرافات الأولين التي سطروها في كتبهم، لداخل النار
ولذائقوا عذابها. إذا المطلوب منكم ومن السادة المشاهدين والمشاهدات باش توضعوا المعاني والآيات في الخانة اللي كتناسبها، كل معنى يتحط في المكان دياله وكل آية كذلك نحطوها في المكان ديالها. إذا في الحلقة القادمة إن شاء الله غادي نبداو بالتصحيح ديال هذا الواجب. إذا بهذا نكون وصلنا لنهاية حصة مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة. غادي نخليكم مع مادة الحساب، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما تبعتوا معنا مادة القراءة والكتابة ومادة القرآن الكريم، الآن غادي ننتقلوا لمادة الحساب اللي مازال غادي نتبعوا فيها دراسة الأطوال، ونبداو كالعادة بتصحيح الواجب المنزلي. نتمنى أنكم تكونوا جزتوه. نشوف الكتوبة ديالكم. جيد، مزيان سميرة. مزيان سميرة، مزيان، جيد، مزيان. مزيان، جيد. بارك الله عليكم. إذا صحوا الواجب على الشاشة. إذا كان المطلوب منكم في هذا الواجب هو أنكم تقيسوا الطول ديال كل قطعة باستعمال المسطرة، وتكتبوا الطول ديال كل قطعة في الأسفل تحت منها. إذا نطلب من ناعمة تفضل وتقول لنا قياس الطول ديال القطعة الأولى. القطعة الأولى جوج سنتيمتر. جيد ناعمة. إذا قياس طول القطعة الأولى هو جوج سنتيمتر أو لا سنتيمتران، سنتيمتران صيغة المثنى. جيد. إذا دوزوا القطعة الثانية. تفضلي حكيمة وقولي لنا قياس القطعة الثانية. قياس القطعة الثانية هي 3 سنتيمتر. جيد. إذا قياس الطول ديال القطعة الثانية هي 3 سنتيمترات، وهي كتبان لنا على الشاشة بين في المسطرة المدرجة 3 سنتيمترات. جيد، مزيان. إذا تفضلي سميرة قري لنا قياس القطعة الثانية. ثانية هذه 3 سنتيمترات. جيد، وننتقلوا للقطعة الثالثة. تفضلي حفيظة أعطينا قياس هذه القطعة الثالثة. 5 سنتيمترات. جيد. إذا قياس الطول ديال القطعة الثالثة هو 5 سنتيمترات، هو كيبان لينا على المسطرة المدرجة من نقطة الصفر حتى لنقطة 5، كتشير لخمسة ديال السنتيمترات. إذا كان هذا تصحيح الواجب اللي كنتمنى أنكم تكونوا صححتوه معنا. والآن غادي تدوزوا باش تلاحظوا معنا واحد المثال على الشاشة. إذا شكون تقول لنا شنو كتلاحظ على الشاشة؟ تفضلي سميرة. تلاحظوا بحال خزانة. خزانة، جيد، كنلاحظوا خزانة. إذا هذه الخزانة منين كتكون؟ حكيمة. كتكون من؟ كتكون من رفوف. رفوف في رفوف. جيد، هذه الخزانة كتكون من رفوف. جيد، إذا كل رف شحال العلو ديالو أو الارتفاع؟ كل رف شحال العلو ديالو؟ تفضلي سميرة. كل رف العلو ديالو 14. جيد، إذا كل رف العلو ديالو 14 سنتيمتر. وهاد الخزانة شحال كتكون من رف؟ شحال من رف فيها حفيظة؟ 3. جيد، إذا هاد الخزانة كتكون من 3 رفوف. إذا الآن إلا بغينا نعرفوا العلو ديال الخزانة كلها، علو الخزانة، إذا شنو هي العملية اللي غادي نديرو؟ حكيمة؟ نديرو عملية الجمع، نديرو 14 زائد 14 زائد 14. جيد، إذا ممكن نحسبوها بعملية الجمع ونديرو 14 سنتيم ديال الرف الأول زائد 14 سنتيمتر ديال الرف الثاني زائد 14 سنتيمتر ديال الرف الثالث. واش ممكن نكتبو هذه العملية بطريقة أخرى؟ سميرة؟ نختصروها بعملية الضرب. أحسنتي، نختصروها بعملية الضرب. بما أن العدد 14 كيتكرر 3 ديال المرات، نختصروها في عملية الضرب. وكيفاش غنكتبو هذه العملية سميرة؟ نديرو 14 مضروبة في 3. جيد، نكتبو 14 مضروبة في 3. تبارك الله عليكم. الآن تاخذوا الألواح وتضعوا هذه العملية عمودية وتحسبوا علو الخزانة. عملية الضرب كتبوها بشكل عمودي وحسبوا علو الخزانة.
تفضلوا رفعوا الالواح. مزيان، جيد. حنان شوف اللوحه. مزيان، خصك تقدي شويه ديك العلامه ديال الفي، علامه الضرب. تبارك الله عليكم. اذا النتيجه كلكم عندكم صحيحه. غادي تفضل حفيظه، تفضلي نجزي لنا هذه العمليه، وضعيها لنا عموديه ونجزيها حفيظه. غنحطوا 14 وغنديروا العلامات ديال الضرب. جيد. وغنحطوا ثلاثه تحت من الوحدات. جيد. نديروا سطير ونبداو العمليه. ونبداو الانجاز. اذا تفضلي سميره نجزي لنا هذه العمليه. 3 مضروبة في 4 تساوي 12. تساوي 12. غنكتبوا 2 ونحتفظوا بالواحد. جيد. 3 مضروبة في 1 3. واحد ديال الاحتفاظ 4. جيد. زائد واحد الاحتفاظ 4. وهذا الجزء اللي حصلنا عليه، أولا هذه النتيجة اللي حصلنا عليها، تفضلي قريها لنا نعيمة. 42. جيد. إذا علو الخزانة أو ارتفاع الخزانة هو 42 سنتيمتر. تبارك الله عليكم. الآن غادي ندوزوا لتمرين ثاني اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. نقرا عليكم التمرين. ارسم قطعتين، طول القطعة الأولى 4 سنتيمترات وطول القطعة الثانية 8 سنتيمترات. إذا نعاود مرة أخرى. ارسم قطعتين، طول القطعة الأولى 4 سنتيمترات وطول القطعة الثانية 8 سنتيمترات. إذا المطلوب منكم ترسموا جوج ديال القطع كما شفنا في الحلقة السابقة. القطعة الأولى قياس الطول ديالها 4 سنتيمتر، والقطعة الثانية قياس الطول ديالها 8 ديال السنتيمترات. وباش تتعلموا تستعملوا المسطرة المدرجة على الألواح ديالكم، غتفضلوا تاخذوا الألواح وترسموا لنا هاد القطعتين. تفضلوا رفعوا الالواح. اذا باش نشوفوا هذه القطع واش القياس ديالها 4 سنتيمترات و 8 سنتيمترات، غادي نتحققوا باستعمال المسطره. القطعه الاولى مزيان، جيد. شوف معاك تبارك الله عليكم. مزيان سميرة، جيد. انت القطعة الثانية حكيمة تلاحظي معايا درتي بها 8 سنتيمتر ونصف، شتي مشيتي حتى لنصف سنتيمتر، درتيها أطول بشويه من 8 سنتيمتر. حاولي تجيبيها في 8 سنتيمتر مقاده حكيمه. مزيان حنان، 4 سنتيمترات 8 سنتيمترات. مزيان حفيظه، القطعه الثانيه 8. مزيان مقاده، احسنتي حبيبه. شتي القطعه الاولى حبيبه عندك شويه زايده على 4. خدي معايا، شتي عندك تقريبا 4 سنتيمترات ونصف. حاولي تجيبيها في الخط ديال 4 سنتيمترات. القطعة الثانية مزيان حكيمة، القطعة الأولى 4 سنتيمترات والثانية 8 سنتيمترات. مزيان تبارك الله عليكم. إذا غادي ندوزو نشوفوا التصحيح على الشاشة. وقبل غادي نسول سميرة كيفاش رسمتي هذه القطعة اللي الطول ديالها 4 سنتيمترات. تفضلي كيفاش استعملتي المسطرة ورسمتيها؟ حطيت المسطرة وبديت بالنقطة فوق الصفر. جيد. حتى 4 سنتيمتر. جيد. ورسمت خط. جيد، ورسمتي القطعة. جيد. إذا كنوضعوا المسطرة على اللوحة كنقدوها فوق اللوحة، إذا كنديروا خط أولا نقطة مقدة مع الخط ديال الصفر ونقطة ثانية مقدة مع الخط ديال 4 سنتيمترات، وكنرسموا القطعة كندير واحد الخط مستقيم مقاد بين النقطتين. وبالنسبة للقطعة ديال 8 سنتيمترات نفس الشيء. كيفاش رسمتيها حكيمة؟ درت المسطرة ودرت من النقطة ديال الصفر حتى ل 8
درت النقطه من 0 ل 8 ودرت القطعه ودرت اليسار وصلت القطعه. جيد، وصلتي بيناتهم ورسمتي القطعه بخط مستقيم تبارك الله عليكم. اذا الان غنحاولوا. جيد، اذا القطعه للقياس ديالها 4 سنتيمترات هي ترسمت لنا على الشاشه، والقطعه الثانيه للقياس ديال الطول ديالها 8 سنتيمترات تبارك الله عليكم. الان غادي نحاولوا نقارنوا ما بين الطول ديال القطعتين. اذا شكون هي القطعه اللي اطول في هاد الزوج ديال القطع؟ تفضلي نعيمه. 8. جيد، اذا القطعه الاطول هي القطعه اللي فيها 8 سنتيمترات. علاش سميره؟ 8 اكبر من 4. جيد، و 8 غادي تكون اطول من، بما ان العدد 8 اكبر من 4 فبطبيعه الحال القطعه اللي الطول ديالها 8 سنتيمترات اطول من القطعه اللي الطول ديالها 4 سنتيمترات تبارك الله عليكم. اذا القطعه الثانيه اطول من القطعه الاولى. تفضلي عاودي لنا القراءه ديال هذه الجمله حكيمه. القطعه الثانيه اطول من القطعه الاولى. اولى، جيد تبارك الله عليكم. والان غادي ندوزوا لواحد التمرين ثاني. جيد، اذا غنقرا التمرين، هو عباره عن مساله. اذا تنسج حليمه ضربيه مغربيه تقليديه. اذا علمت ان حليمه تنسج كل يوم 15 سنتيمترا من هذه الضربيه فكم ستنسج بعد 4 ايام؟ اعيد، تنسج حليمه ضربيه مغربيه تقليديه. اذا علمت ان حليمه تنسج كل يوم 15 سنتيمترا من هذه الضربيه فكم ستنسج بعد 4 ايام؟ اذا عندنا حليمه كتنسج الضربيه التقليديه، عندها واحد الضربيه كتنسجها كل يوم، كتنسج فيها شحال من سنتيمتر سميره؟ 15 سنتيمتر. جيد، اذا كل يوم كتنسج 15 سنتيمتر من الضربيه، وحنا مطلوب منا نحسبوا شحال غادي تنسج بعد 4 ايام. اذا شنو هي العمليه اللي غادي تساعدنا باش نلقاو الطول ديال ديك القطعه اللي غادي تنسج حليمه من الضربيه بعد 4 ايام؟ حكيمه شنو هي العمليه؟ عمليه الضرب. جيد، غنديروا عمليه الضرب. تفضلي وضعي لنا العمليه. نديرو 15 ونديرو تحت منها 4 ونديرو الرمز في ونديرو السطر وتساوي. جيد، ونجزو العملية وغادي نطلبو من حفيظة تفضل تنسج لنا العملية. تفضلي حفيظة. غنبداو بالوحدات. 5 مضروبة في 4. نعم، الأفضل نبداو من التحت حفيظة. 4 مضروبة في 5. 4 مضروبة في 5 كتعطينا 20. كنحطو الصفر وكنحتفظو بجوج. جيد، كنبداو في العمود العشرات. كنضربو 4 في 1 كتعطينا 4. كنزيدو عليها جوج ديال الاحتفاظ كيعطونا 4 مضروبة في 1 تساوي 4 زائد 2 الاحتفاظ تعطينا 6، وهاد النتيجة اللي حصلنا عليها. تفضلي قريها لنا نعيمة. 6. جيد، تعاود سميرة قراءة العملية كلها. تفضلي سميرة. 15 مضروبة في 4 تساوي 60. تساوي 60. جيد، إذا كم تنسج حليمة أو كم ستنسج حليمة من هذه الضربية بعد 4 أيام حكيمة؟ 60 سنتيمتر. جيد، وهذا الشيء اللي غادي نشوفه في الجدول ديال الحل والعمليات. إذا الحل ظهر أمامنا على الشاشة، وغادي نطلبوا من سميرة تفضل كذلك الحل. 15 مضروبة في 4 تساوي 60. ستنتج حليمة. انتبهي سميرة. ستنسج. ستنسج حليمة بعد 4 أيام 60 سنتيمتر. أحسنتم تبارك الله عليكم. إذا حلقتنا وصلت نهايتها، كوم غادي نطلب منكم تراجعوا الدروس ديالكم اللي شفنا لحد الآن، لأن الحلقة المقبلة بحول الله غادي نخصوها لمجموعة من التمارين باش نثبتوا داكشي اللي تعلمناه. ما بقى لي إلا نودعكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.